مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا النهاردة لقاء مختلف جدا جدا مع الأستاذة مروة أبو الرجال، أخصائية في علوم الطاقة. بما إن علم الطاقة علم كبير وواسع وليه مجالات كبيرة، ومنها الطاقة الحيوية والطاقة الطاقة الكونية، علشان كده بنرحب بحضرتك أستاذة مروة أبو الرجال. أستاذ محمد، تمام، عايز بقى حضرتك تعرفي نفسك أكتر للسادة المشاهدين. أنا مروة محمد أبو الرجال. تمام. من إن شاء الله. مركز فرسكور، محافظة دمياط، باحثة في علوم الطاقة والرفلكسولوجي، وموجود معايا طاقة ربانية شفائية. ما شاء الله عليك. عايزك بقى تكلمينا عن الطاقة وأنواعها. تمام. الطاقة علم كبير وواسع ومجالاته كتير. تمام. منها الطاقة الكونية والطاقة الشفائية، وأنا بتميز بالطاقة الشفائية لأن ما شاء الله. الطاقة الشفائية هي قدرة من عند المولى عز وجل، وهبة يعني بتيجي لعباد من عباد الله الصالحين، ربنا بيمن عليهم بيها. لكن الطاقة الكونية دي بتيجي عن طريق الاكتساب بالعلم، ما شاء زي الله. التأملات وزي الاستغفار الكتير والأذكار والصلاة والقرب من الله عز وجل، فبيتمتعوا بالطاقة الإيجابية. والطاقة الإيجابية يعني بتغلب كل شيء في حياتنا، لو هي اتوجدت في أجسادنا يعني اللي هو التحويل السلبي إلى إيجابي. تحويل السلبي إلى إيجابي، لأن معظم الأمراض اللي بتبقى في جسم الإنسان بتبقى طاقات متراكمة هي اللي بتعمل هذه الأمراض. تمام، ما شاء الله. تابعت السوشيال ميديا عند حضرتك الطاقة الربانية. تمام، لقيت مكتوب عند حضرتك وناس كتير بتعلق من بره مصر ومن جوه مصر عن ان حضرتك عندك او بتتميزي بهبه من او نعمه من عند ربنا الطاقه الربانيه. ايه هي الطاقه الربانيه بقى؟ الطاقه الربانيه دي انا ما ساعدش عليها، هي سبحان بالفعل الله. جاتني لان كنت قعدت فتره تعب 13 سنه تمام. كنت مريضه فيهم، يمكن كل 6 شهور كنت بتعرض عند دكاتره واخش غرف عمليات، والحمد لله من سنتين فقط بدأ يجيني رؤى في اكتشفنا منامي. ان عندنا طاقة ربانية. ايوه، بدأ يجيني تمام. رؤى في منامي، ما شاء الله. والرؤيا من كانت اولياء الله صالحين، وكان رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام زارني في صلى الله منامي عليه وسلم. ما عدة شاء الله. مرات، ما شاء وكان الله. يضع يده الشريفة على ما شاء رأسي الله. اللهم ويقرأ صل وسلم آيات وزد وبارك على سيدنا ويقرأ محمد. آيات عليه أفضل الصلاة والسلام، ويقرأ آيات معينة. وهذه الآيات يمكن كنت بقوم من الرؤية بهلل وببقى مبسوطة إن رسول عليه أفضل صلى الصلاة الله والسلام عليه وسلم. كان معايا في منامي، وكنت باخد هذه الآيات وضعها يعني أقرأها على مية وأقرأها على زيت زيتون، وبدأت أستعملها ليا ولأهل بيتي، والحمد لله رب تم عليا بالشفاء، اللهم لك ألف حمد وشكر. ما شاء وكان الله. عندي ابني كان مريض ربو، وكان على طول ببخاخ، على طول بياخد بخاخ، والدكاترة كلهم يعني أجمعهم إن هو هيفضل عايش على البخاخ ده. الحمد لله ربنا بالطاقة عافاه الربانية دي. بالطاقة الربانية. الحمد لله، اللهم لك تمام. ألف حمد وشكر. ويمكن معظم أهل بيتي ربنا عافاهم تماما من أمراض كتيرة، واللي أنا توصلت له إن الطاقة الشفائية دي مش طاقة أمراض فقط، لا ده هي طاقة تمام. بتعالج أمراض روحية كمان، فالحمد لله. ايه هو علم الانعكاس؟ علم الانعكاس هو علم الرفلكسولوجي. علم تمام. الرفلكسولوجي انا حبيت ان انا اختار المجال ده واعمل فيه تمام. بحث واقدم فيه رساله الدكتوراه بتاعتي. رسالة دكتوراه. تمام. ايوه، لان هو علم من ايام الفراعنه. تمام. كان الملك زوسر والكاهن انيك ماحور هم اول من اكتشفوا هذا العلم على يدهم، لانهم كانوا بيستعملوه عن طريق القدمين واليدين والاذنين بالضغط على نقاط عصبية معينة في القدم. ما شاء الله. بيحصل ترددات للجهاز العصبي المركزي إلى الحبل الشوكي إلى الدماغ، يفتح صيدلية بشرية موجود سبحان فيها الله. سبحان كافة الله. شيء ربنا خلقنا موجود في أجسادنا كل شيء، ويعني كل داء له دواء. سبحانك يا رب. سبحان الله. المسكنات موجودة في الصيدلية دي، لكل داء المعادن، دواء. تمام. المعادن، الفيتامينات، بس بالضغط عن النقاط الانعكاسيه دي بيبدا الجسم يجيله نبضات شفائيه، لان القدم خريطه مصغره من جسم الانسان. تمام، ما شاء الله.
عايز حضرتك تقولي لنا بقى القريبين من حضرتك تقبلوا الطاقة الربانية أو العلم ده إزاي؟ القريبين مني تقبلوا ده، بس اللي تقبلوا قوي قوي وكان داعمني ووقف جنبي والدي الحاج محمد اسعد ابو الرجال، ربنا يبارك فيه يا يا رب رب ويحفظه اللهم يا رب امين يا رب يا ويطول رب. عمره، كان داعمني جدا وكان بيقول لي انا في ظهرك انا وراكي لغايه ما وصلني يمكن لمكاني هذا، ربنا والحمد يبارك لله فيه. ربنا يكرمه زي ما اكرمنا، وكان تمام. زوجي ووالدتي واخواتي برضو داعميني، وانا بقدم شكري لكل من دعمني ووقف بجانبي. زوج حضرتك ووالدة حضرتك ما شاء الله قبل الحلقة عمالين يحفزوا حضرتك وما شاء الله، ربنا ما يبارك هم فيهم في يا رب، ظهري على ربنا طول، يبارك فيهم. يعني زوجي وامي في ظهري على طول، ربنا يبارك لي تمام فيهم يا رب، يبارك لي في يا والدي رب. اللهم. هل حضرتك بتكشفي عن بعد اونلاين؟ ايوه تمام. بكشف بالاسم، بالاسم يعني يجيني دي بقى عن مكالمة تجربة معايا. ايوه ما شاء الله. تمام. بالاسم مثلا فرضا محمد ابراهيم اي اسم، سبحان الله. فانا بردده بس مرتين ثلاثة ويبدأ يحصل الاستشعار على جسدي، احس بكل الام الجسم وببدا اقولها للمريض بالفعل، بيقول لي انا موجود عندي هذه الاعراض، وتوصلنا كمان ان احنا مش بنكشف عن بعد بس، لا ده احنا تمام بنعالج عن بعد، ما شاء الله. وعندنا من الدول العربيه يمكن من السعوديه وقطر والكويت والاردن معانا ناس وجايبين نتائج هايله جدا جدا جدا، وعلى فكره كانوا عايزين يدخلوا على الخاص ان هم يكلمونا ويشكرونا، بس احنا تمام نقول لهم ان شاء الله في مرات تانيه ان شاء الله بامر في الله الحلقات القادمة بإذن الله. بامر الله. الطاقة السلبية والإيجابية لو زادت في جسم الإنسان يبقى ده ليها أضرار؟ الطاقة السلبية لو زادت في جسم الإنسان تمام. لها أضرار، بتعمل انعكاسات على ممكن يحصل إيه بقى؟ الحالة النفسية الحالة النفسية، والأمراض التوتر العصبي والتوتر والأمراض تمام. والاكتئاب الزايد، لكن إذا زادت الطاقة الإيجابية عن الجسم بتبقى لها فايدة عظيمة على الأجسام الأخرى، يعني الأجسام الأخرى بتبدأ إن هي تسحب هذه الطاقة الإيجابية من الجسد، لكن الطاقة السلبية اللي بتبقى ضارة جدا على جسم الإنسان. يعني أفهم من كده إزاي أنا أحول الطاقة السلبية الإيجابية عدي؟ أنا بالنسبة لي تمام. ذكر الله، ذكر الله ذكر الله والاستغفار، والاستغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله. بس تمام. يقينك في الله هو يقينك اللي في الله، دي حقيقة. هيخليك عندك طاقة مهولة، مش إيجابية وسلبية، لا إيجابية جدا، وهيخلي حضرتك يعني بص خلاص متيقن في الله، لا حول ولا فرامي قوة كل إلا حمولك بالله، عليه. ما شاء الله. تمام. علوم الطاقة علم يكتسب ولا صعب؟ لا علم يكتسب، تمام. لأنه بيجي أحيانا بالدراسة، إما درست علم الطاقة لقيت ما بيتكلمش عن التأملات الكونية، الاستغفار، الصلاة، إن طاقتك تبقى عالية على طول، متصلة بذاتك العليا على طول، طاقة هي طاقة أصلا شفائية، يعني الإنسان الإيجابي لو حتى عنده أمراض وبدأ إن هو إيجابيته تعلى يبدأ يتخلص من الأمراض تماما. تمام. وده اللي احنا بنمارسه في المراكز عندنا، المراكز. بنعالج تمام. بنعالج بعلم الريفلكسولوجي وبنعالج بالطاقه الشفائيه، وجايبه يعني على افهم فكره من كده عشان خاطر المشاهدين برضو يستفادوا. أيوة. واي حد حابب يتواصل الارقام موجوده على مع حضراتكم على الشاشه، انه الخدمات اللي بيقدمها المركز بتاع حضرتك ايه؟ اولا بنعالج بعلم الريفلكسولوجي، ثانيا بنعالج بالطاقه الشفائيه، الحمد لله جايبين ما شاء نتائج الله هايله 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 اللي هي فوق الممتاز. طاقة الانعكاس أو علم لا لا الانعكاس. الطاقة الشفائية دي طاقة اللي هي شفائية، اللي هي الطاقة الشفائية اللي من عند رب العباد، سبحان واحنا الله، بنطبقها اللي هي مع علم ربانية، الريفلكسولوجي. سبحان ايوه الله. جايبة نتائج كويسة جدا، وعلى فكرة في حالات عندنا كانت يعني راحت لدكاترة كتير جدا وقعدت يمكن بالمسكن كل يوم، والحمد لله ربنا شفاها وعافاها عندنا، وما بياخدوش أدوية تماما، يعني اللي بيدخل عند مروة بالرجال ما بياخدش أدوية تماما. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة الأرقام والعنوان موجود أمام حضراتكم، ممكن نقول العنوان برضو للسادة المشاهدين؟ مركز اتفضل. راس البر، تمام. وعندنا مركز الروضة، وعندنا مركز في الهرم، تمام. وإحنا تحت أمرهم في أي الأرقام استفسار، موجودة أمام والأرقام حضراتكم موجودة على الشاشة. على الشاشة. يعني نقول أي حد حابب يتواصل أو يكلم حضرتك الأرقام موجودة على الشاشة أمام حضراتكم. تمام. تمام تمام بإذن الله. واللي هيرد اللي هيرد إن شاء الله هيكون موجود إن شاء الله على المركز. تمام بأمر الله. بإذن الله تعالى. إيه النصيحة اللي حضرتك حابة تقدميها للسادة المشاهدين؟ اليقين في الله، اليقين في الله، تكسب كل حاجة في حياتك باليقين بالله، اليقين في الله، حياتك تبقى حياة نقية، قلبك يبقى صافي، ما يقعدش تشتغل خلاص هموم الدنيا كلها، خلاص انت حطيت
كل ظنك في الله، وظن يعني ربنا كبير ومفيش أي تواصل بين أي حد وبين التاني غير مع رب العباد، يعني أرزقنا حتى مفاتيحها في السماء مايش في الأرض. فعلا ونعم بالله. فسبحان الله، سبحان ربنا يمن علينا يا رب. يا رب ربنا يمن عليك بالخير كله يا رب ويكرمك إن شاء ربنا الله. ربنا يبارك فيك يا أستاذ محمد. بره مصر بقى هل في ناس بتتواصل من بره مصر؟ أيوة في ناس بتتواصل من بره مصر أونلاين. سبحان الله. تمام. بيتصلوا بينا وبيبدأوا إن هم يعرفوا من الحالة بتاعتهم إيه بالظبط، وبيبدا نكشف عن 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 طريق كاميرا او اونلاين، اشوف وجهه بس، ويبدا ان هو يستمد مني هذه الطاقه بايات معينه وصغيره جدا، يمكن هي يعني الرقيه اللي كان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. يعني حضرتك ممكن تكشفي عن بعد زي ما حضرتك بتقولي او اونلاين. تمام. وحضرتك يعني ده حصل معاك انت شخصيا؟ حصل معايا امس بصراحه يا جماعه والله. الحمد لله. تمام. ربنا يبارك. كلميني عن النعمه بقى اللي ربنا من عليكي بيها وهي الطاقه الربانيه، تكلمي للمشاهدين اكتر ونتكلم اكتر عنها. الطاقه دي انا بدات احس بيها، انا قلت لحضرتك ان انا فضلت تعبانه 13 سنه. تمام. بدات احس في اخر سنتين ان بالفعل كل ما اقعد جنب اي شخص ببدا استشعر حالته بالظبط عامله ازاي. يعني كنت بدات في اهل باهل بيتي الاول، لدرجه ان انا كنت بقول لهم يعني انتم تعبانين بكذا، تعبانين بكذا، يقولوا لي اه انت عرفت ازاي؟ بمجرد ما يقوموا خلاص الاعراض راحت. فبدأت أعرف إن دي طاقة، وأنا بستمد منهم الطاقة السلبية اللي في أجسادهم، وببدأ يتحول طاقة إيجابية مكان الطاقة السلبية اللي انسحبت. ما شاء الله. فالحمد لله ربنا من علينا بها، ومن كرم ربنا علينا إن هو إدانا المنن العظيم ده. ما شاء الله. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب، ودايما كده في تفوق ونجاح إن شاء الله. ربنا يبارك. تحب تشكري مين بقى؟ أحب أشكر والدي. تمام. ربنا يبارك فيه الحاج محمد طبعا. يا رب ويحفظه يا رب ان شاء الله. يا رب. اللهم تمام. امين. ووالدتي ودعمتني ووقفت جنبي، واخواتي ربنا يبارك فيهم. تمام. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك دعمت. يا رب، ومن نجاح لنجاح دايما، وطبعا اللهم السند أمين. السند بقى ربنا قبل اي حاجه، وزوج حضرتك يعني ربنا يبارك فيه يا رب. يا رب. اللهم امين. ربنا يحفظك يا رب. اللهم امين. حابه توجهي اي رساله قبل الختام للساده المشاهدين؟ لا، احب اقول لهم ان سبحان الله مدد ربنا علينا واسع وكبير، وموش على مروه بس، لا هو بيمن على عباده كلهم، ومروه سبب بس من ضمن كلنا الاسباب. أسباب. سبحان الله. كلنا اسباب لبعض، بس اللي بيفعل كل شيء رب العباد. ما شاء الله. اي حد حابب يتواصل مع حضرتك نقول له عنوان مره ثانيه. مركز الروضه، ومركز راس البر، ومركز هنا في الهرم، والارقام موجوده على الشاشه. اللي عايز يتواصل معانا يتفضل يتصل بالارقام، واحنا تحت امره. حضرتك شايفة علم الطاقة مظلوم ولا واخد حقه؟ لا، مظلوم. ليه؟ مظلوم. كله اعتمد على العلاج، وان هم يروحوا للدكتور اقرب والعلاج اقرب. في طاقة بتمد الانسان بصحة. طاقة بتمد الانسان. وما هوش شرط ان هو يروح عند اي شخص تاني، لا، ده هو ممكن يستمد الطاقة دي يعني بعبادته الى الله، يعني تقرب الى الله وقلبه بقى قلب نظيف. تمام. ما بيشتلش حقد ولا غل ولا بيشتال اي حاجه لاحد. هتلاقيه هو بيتعافى من ذنوبه، بيتعافى من حياته، مشاكله، ضغوطه، كل شيء بيتعافى منه بهذه الطاقه. فانا حاسه ان هي ربنا يتصالح مع النفس. أيوة. ويتصالح مع ربنا طبعا. أيوة. يحاسب نفسه. اهم حاجه التصالح مع الله، يعني ان انا ربنا بيغفر. شوف قمه الذنوب دي ربنا بيغفرها بكلمه واحده بس. تمام. يا رب اني اتوب اليك. يا رب يا رب اني اتوب اليك. فربنا كبير. تمام. انا كانت يمكن جملتي اللي كنت بقولها يمكن قبل ما انام كل يوم، اللهم اني احببت لقاءك فاحب لقائي كما احببت لقائك. امين امين يا رب العالمين. ربنا يتقبل منا واياكم ان شاء الله. يا رب. اللهم صالح الاعمال ويبارك في حضرتك. بجد حضرتك نموذج مشرف. بجد انا استفدت من استاذه مروه ابو الرجال كتير جدا يا جماعه، وعن تجربه شفت ده، وفي حاله بجد والله ما شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك ويكرمك، وان شاء الله من نجاح دايما ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا 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 على اللقاء الجميل ده، وان شاء الله تنورينا في لقاءات عديده باذن الله في اختار طريقك باذن الله. بشكر حضرتك جدا. اتشرفت بك يا استاذ محمد. مشاهدينا، اي حد حابب يتواصل معانا من خلال البرنامج على صفحة الفيس أو اليوتيوب اختار طريقك، أو الأرقام اللي موجودة أمام حضراتكم على الشاشة 0188-14701 أو 011-50-58-10-90. كده انتهت حلقتنا. الحمد لله على التمام والكمال،
وصلاة وسلاما على النبي محمدا والآل، وما أنا به إلا أن أقدم لكم أرق وأطيب أمنياتي محمد الملكي. إلى اللقاء.